بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير لكافة الزميلات والزملاء الأعزاء. هذا حديث رأيته واجبا، لا للرد على أحد ولا انشغالا بما يقوله أحد، وإنما من واقع واجبي أن أوضح أولا بأول الأمور إلى الجمعية العمومية التي أنا مسؤول أمامها عن أعمالي. أول أمس جاء إلى مكتبي وشاهدته للمرة الأولى الأستاذ عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين في هذه الدورة وفي الدورة السابقة، وأقول أول مرة أراه لأنه لم يشرفني بتاتا بالحضور إلى مكتبي منذ باشرت عملي في نقابة المحامين، وتناهت إلي الأنباء قبل أن يأتيني من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أن سيادته يحرض المحامين على أن يأتوا معه إلى النقابة يوم الأحد ليطالبوا بإعطائهم معونة من أموال نقابة المحامين، وهو في هذا المقترح بيقترح 2000 جنيه لكل محامي جزئي وابتدائي و4000 جنيه لكل محامي استئناف ونقض. وجاءني يوم الأحد ولكن ليس معه الآلاف التي أشار إليها، وإنما معه تقرير أو مذكرة من ورقة ونصف أو من ورقتين مضي عليها معاه أعتقد يعني 5 أسماء أنا لا أعرفها أيضا، وبيكرر ذات الطلب أنه يطلب مني أن أعطي كل محامي جزئي وابتدائي 2000 جنيه وكل محامي نقض واستئناف 4000 جنيه. خرج من عندي ليدعي على خلاف الحقيقة أنني رفضت هذه المذكرة قبل أن أطالعها، وهذا ليس صحيحا. ومن أدبي في المحاماة أن لا أصف بأوصاف ثقيلة، حسبي أن أقول إنه ليس صحيحا. فقد ناقشته في حضور ما لا يقل عن 5 أو 6 من أعضاء المجلس وفي حضور بعض السادة الزملاء الذين كانوا حاضرين في مكتبي وحضروا هذا اللقاء، وأثرت معه ابتداء كيف وهو عضو في المجلس ولديه أفكار لا يعرضها أولا على أعضاء المجلس الذي ينتمي إليه. مادام أنت عندك أفكار واقتراحات، المنطق يقول إنك ابتداء تعرض هذه الأفكار على المجلس الذي أنت عضو فيه، ومن واقع المناقشات التي تدار أنت تخرج بالفكرة التي يجب أن تكون عليها الأمور من واقع ما قد يثار. أما وأن تبدأ بالتحرك لإثارة المحامين أو لتحريض المحامين على نقيب المحامين، فهذه مسألة يعني دونها كده تحفظات، وسيما سيادتك ده أنا قلت له يعني أنت صفحتك كلها مخصصة للهجوم على نقيب المحامين، صفحته على الفيسبوك، وأي حد يحب يخش على صفحته سوف يرى هذا الكلام. ومع ذلك احنا تعالى نناقش اللي سيادتك طرحه، وناقشته في حضور الموجودين، قلت له هب أن عدد الجمعية العمومية للمحامين 300,000، بلاش نقول 400,000 ولا 500,000، 300,000 أخذا بما قاله الأستاذ النقيب السابق بعد أن أجرى التخفيضات التي قال إنه أجراها باستبعاد من استبعده. طيب 300,000، هنفترض النص جزئي وابتدائي والنص استئناف ونقض، 150,000 في 2000 يطلعوا 300 مليون جنيه، و 150,000 في 4000 يطلعوا 600 مليون جنيه، 600 زائد 300 تساوي 900 مليون جنيه. ليس لدى نقابة المحامين 900 مليون جنيه، فضلا عن وراءها أرامل وأيتام ومستحقي معاش
من الذين أحيلوا إلى المعاش أو تقاعدوا وراءها مصاريف باهظة للعلاج للمرضى والمصابين والعجزة، فضلا عن تكاليف العمل النقابي في النقابات، النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومرتبات وأجور الموظفين والعاملين إلى آخره. يبقى احنا نقفل نقابة المحامين عشان الأستاذ عيسى أبو عيسى عاوز ناخد 900 مليون جنيه ونديها للمحامين. وأنا أوضحت له أنه قد فهم المادة 213 فهما خاطئا. المادة 213 تتحدث عن حالة بمفردها، عن حالة بمفردها، محام تعرض لظروف حالت بينه وبين القدرة على مباشرة مهام الحياة، يبقى هنا ينظر فيما قد يقدم إليه من إعانة. أما أن تعطى الإعانة إلى جميع المحامين على هذا النحو، هذا كلام لم يقل به أحد قط، ومعناها هدم نقابة المحامين أولا وأخيرا. ونيجي بعد ما ندي نقفل أبواب النقابة ونلغي المحاماة ونلغي نقابة المحامين. هذا كان مضمون الحوار الذي دار بيني وبينه. وأذكر أيضا أنني قد قلت له تلحظ أنني أقول لك سيادتك والأستاذ عيسى أبو عيسى، في حين أن سيادتك على صفحتك وأنا النقيب الذي يكبرك في السن بأربعين سنة، أنت سخرت صفحتك للتطاول والسب والقصف وإهانة نقيب المحامي، ومع ذلك فقد تجاوزت عن هذا كله، لأن هذا حق الجمعية العمومية في أن أناقشك وأن أبين ما في مقترحك من خطأ. يبقى ليس صحيحا أنني قد رفضت الورقة قبل أن أقرأها. وأنا يعني أذكر نفسي وأنا بكلمكم إن أنا جاي مش علشان أقر خطأ، لا، أنا جاي وفي ذهني وقلت لكم بدل المرة ألف، قلت كتير قوي إن أنا في أولى مهامي أن أعيد المحاماة كما كانت عظيمة في عيون الناس وفي عيون المجتمع، وأن المحاماة كما عرفتها وتعلمتها أدب، ولا محاماة بغير أدب. هناك من يقول لي واجب عليك الآن وقد أفرطوا في سبك والقذف في حقك أن تتعامل معهم بالمثل. التعامل بالمثل سهل، ولكن الصعب هو أنك تمسك نفسك وتنأى بها عن التورط والانحدار إلى أسلوب السب والقذف. ليه؟ لأننا صاحب رسالة، ولا يجوز أن أنا وأنا أدعو إلى هذه الرسالة أن أنا أكون أول من يخرج عنها. وعشان كده اللي قالته إحدى الصحف الصفراء الموالية لمن تعرفون أن فلان كان يسب ولم يشكو أحدا، أن فلانا كان يسب ولم يشكو أحدا. أنا لا أقارن نفسي بأحد، ومع ذلك المشار إليه مارس عملا، استجلب الرضاء واستجلب السخط. فهناك ما قد تختلف حوله الآراء أصابت أم أخطأت، إنما دنا من أول يوم، من أول يوم قبل أن أبدأ في ممارسة عملي والسب والقذف شغال. هل يصح في العقل والمنطق إن أنا عشت عمري كله محل تقدير ومحل احترام، أول ما تولى نقابة المحامين أتحول إلى هذا الكم من المثالب والعيوب التي كالها ويكيلها هؤلاء؟ الله، طب وإزاي والأستاذ النقيب الذي تتحيزون له استعان به للدفاع عنه؟ هذا كلام يعني أنا لم أتخذ إجراء قبل من سباني، وهم اثنين من عشرات، إلا بعد أن فاض الكيل وانتظرت أكثر من 30 يوما كاملة قبل أن أتخذ هذا الإجراء. عدم اتخاذه تفريط لا يجوز. قالوا إن أنا بقدم بلاغات، طب وأنا موجود هنا عشان لو شفت أنا اعتداء على المال العام أو سرقة المال العام أو اختلاس المال العام
أو الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه أغض البصر، ولا أنا مسؤول عن حفظ أموالكم، أموال نقابة المحامين وهي أموال عامة بحكم القانون. طيب حكاية موقع النقابة ده معمول ليه؟ موقع النقابة معمول لأننا واجبي وواجب النقابة بعامة أن تطلع أعضاء الجمعية العمومية أولا بأول على ما يجري، فإذا ما قدم بلاغ يجب أن يعلم المحامون من خلال موقعهم بتقديم البلاغ. وأنا على سبيل المثال البلاغ الذي قدم عما جرى الاستيلاء عليه وجاوز 500,000 في نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، وجاوز 300,000 في نقابة جنوب القاهرة الفرعية، نشر الخبر مبتسرا ولم أذكر فيه أسماء مع أن الأسماء معروفة وموجودة، ولم أفصل في بيان الجرائم مع أنها مفصلة ومعروفة ومقدم مستنداتها، إنما حق الجمعية العمومية علي أن تعرف هذا، وحقها اليوم أن تعرف أنني قد أوقفت حساب النقابتين على إشهار والتصديق على العقود. هذا واجب علي أن أؤديه، وعلي أن أطلع عليه الجمعية العمومية للمحامين، وإلا أكون مفرط، لست مسؤولا بقى عن واحد أو اثنين أو ثلاثة ياخذوا الخبر أو البوست من على موقع النقابة وهو قد جعل لإحاطة المحامين بأخبار نقابتهم ويصدرها إلى صفحته أو إلى أي صفحة من صفحات الفيسبوك. قالوا إن أنا قلبي قاسي وأنا ما بديش إعانات، وأنا شرحت لحضراتكم القصة، وأنا يعني اجتهدت من موقعي الذي أتولى مسؤوليته أن أتصل بالسيد الدكتور وزير التموين وأن أطلب إليه أن يعطي أو تعطي وزارة التموين للمحامين بطاقات تموين، والقصد من هذا أن أتيح لكل المحامين ليس فقط الحصول على السلعة التي قد يعز الحصول عليها في السوق، بل وأيضا بأسعار زهيدة. وهذا هو الأسلوب الذي أعرفه لبذل العون للمحامين، وجرى بيني وبينه حوار اتفقنا فيه، وأرجو أن يكون هذا واضحا لجميع المحامين والمحاميات حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. هذا القرار قاصر على المحامين والمحاميات الذين ليس لهم بطاقة تموينية وغير موضوعين على حساب بطاقة تموينية أخرى. نمرة 2، ألا يكون موظفا أو تكون موظفة، وعلى ذلك الموظف مثلا في الإدارة القانونية هو له سبيله، وهذا المجال مفتوح للمحامي الذي ليس له عمل سوى المحاماة التي تأثرت بالظروف الأخيرة التي تمر بها البلاد. أنا بأحكي الكلام ده ليه؟ لأن الوزير كان حريص ان هو ينبهني لأنبهكم الى ان البيانات عندهم قاعدة معلومات كاملة، وانه لو ذكر بيان غير صحيح هم بيعرفوا من قاعدة المعلومات مرجع عدم صحة البيان. فانا باعتباري اب لكم جميعا اتمنى ان يمنح جميع المحامين بطاقة تموينية تساعدهم ولو مساعدة جزئية على مصاعب الحياة، فانني اتمنى عليكم ان نلتزم بهذه القواعد، ألا أكون حصلت على بطاقة تموينية ولا أنا مدرج على حساب بطاقة تموينية أخرى، ألا يكون لي عمل أو وظيفة غير المحاماة. وسيفتح المجال في النادي النهري لقبول هذه الطلبات وإرسالها إلى وزارة التموين. ومع أن المسألة واضحة والنية فيها واضحة، إلا أننا برضو الشتيمة اللي لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب عمالين يقولوا أي كلام، وأنا لا أرد على أي كلام. أنا اجتهدت من 9/4 بعد أن اشتكى الزملاء جميعا من أنه السعر الذي يحاسبوا عليه في تحليل
اللي هو توطئة للانضمام والقيد في نقابة المحامين بالطب الشرعي يجاوز 500 جنيه بعد أخذ القيمة المضافة. فأنا يعني استثمرت، مش عاوز أقول مكانتي، علاقاتي، واتصلت بمساعدي وزير الدفاع وطرحت عليهما الصعوبات التي نلاقيها، وإن احنا نحتاج بالنسبة للمتقدمين للقيد إن هم يعاملوا معاملة أحسن ويحصلوا على تخفيض أحسن. وتلقيت بأمس خطابا محمودا مشكورا من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، أشارت إلى خطابي لهم بتاريخ 9/4 وأبدو الموافقة على إجراء التحاليل في البحوث الطبية وبنك الدم بنسبة خفض 25%. 25%. ومن المعلوم أن الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة أصلا بأسعار زهيدة مرعي فيها أن تكون في متناول الناس. حد يختلف حول الكلام ده؟ آه اختلف. واحد كتب يقول لك الله ده أنا لو طلع بقى عندي علما بأنه هو ده محامي مش متقدم للقيد وهيكشف، لو طلع بقى عندي باخد مخدرات أتحل المحاكمة العسكرية. هذا كلام عجيب، وقريت كلام يعني من هذا القبيل لا يعدو أن يكون لغوا، وإنما للأسف بعض حسنوا أو بعض حسني أن يتقبلون الأقوال على عواهنها. المتقدم للقيد هو وخيار، عاوز يروح الطب الشرعي يروح، محدش هيمنعه، عاوز يروح المعامل القوات المسلحة يروح، يختار هو ياخد 500 جنيه هو حر، ياخد 100 مثلا او 150 هو حر، ما حدش غصبه يعني. طب ايه القصه؟ لازم كل حاجه يطلع يعني تطلع فطسه ويطلع النقيب ده راجل بيهبل كده يعني؟ ماشي. قالوا برضو قضيه مغاغه، كيف انه النقيب يقول انا هكتب مذكره وما يروحش ايه يترافع عنهم في مغاغه او في المنيا مغاغه؟ القضية دي من 9 سنوات، من عام 2011، وهي ليست قضية مهنية وإنما هي تجاوز لتقاليد المهنة عشان يبقى واضح كده من الأول. ويتولى الدفاع فيها فريق من المحامين ومنهم أعضاء في مجلس النقابة الحالي أو الحالي والسابق، الأستاذ محمد كركاب والأستاذ صلاح سليمان والأستاذ محمد الكسار والأستاذ نبيل عبد السلام وآخرين، يعني فيها هيئة دفاع. وأنا استقبلت الزملاء الذين أتوني بكل ترحاب وعكفت على الأوراق ودرستها وأشرت إلى الخطوط ووجهت إلى الخطوط الرئيسية للدفاع بإفاضة أمام كافة الزملاء اللي هم حاضرين ويتولوا القضية، وأوضحت من أول لحظة أن المسألة بالنسبة لي الانتقال إلى محكمة جنايات المنيا لأداء واجب الدفاع هناك صارت ليست في مستطاعي بدنيا، وكررت هذا كثيرا، ليس خوفا على صحتي وإنما لأن ذلك خارج عن نطاق القدرة والاستطاعة. وربنا قال في القرآن لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأنا هستعيد عن هذا بأن أنا هكتب مذكرة بما أراه من دفاع في القضية، وتعهدت بهذا. وبعد حوار قبلوا بهذا، مش هقول بقى راحوا بعد ما خرجوا من عندي راحوا لمين وقالوا إيه والمحر. لا، هم أحرار يعني، عاوزين يجيبوا 10 يجيبوا، يجيبوا 20 يجيبوا، بس أنا مش في سباق مع حد، أنا مش في سباق مع حد. وأنا لم أتولى نقابة المحامين عشان أنا واقف كده زنهار كل واحد يرتكب واقع يبقى لازم أنا نقيب المحامين يروح يترفع عنه، هناك وقائع قد تستاهل مساءلته عما فعل. نمرة 2، ولازم الكل يفهم أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأنه التدخل في حق المحامي في أن يقبل الترافع أو يعتذر عنه هو حق شخصي لا يفرض عليه من أحد. ليه؟ لأن أنا لو ما كانش عندي ما أحس أنه واجب علي أن أبديه وأنني بالتالي قادر على إبدائه لا يجوز أن يفرض علي، وأنني لو قبلت الفرض لما استطعت
أن أقدم المأمول مني. هذه مبادئ تعلمناها ونحن نحبو في عالم المحاماة والتدخل في رغبة محامي أو قدرته، ودي أشر، في أن يذهب بنفسه أو يكتفي مذكرة، تدخل فيما لا يجوز لأحد أن أتدخل فيه. واللي يقول لي بقى احنا بتوع الصعيد ودول صعايده واحنا سيبنا ابننا وانتخبناك، الله، هو ابنكو ده يعني هو ابن مصر وانا ابن اسرائيل مثلا؟ طب وانتوا انتخبتوني تفضلا ومنا، ولا انتوا انتخبتوني لان كنتوا توسمتم في انني قادر على، وهل انتوا تركتوا من تسمونه ابنكم عشان هو يعني حبا في عيوني، ولا عشان هناك ما استوجب ان تتخذوا هذا الموقف؟ الله، طب ليه بقى المعايرة والمن؟ وليه ده يقال في معرض أروح ولا ما أروحش؟ إذا كنت أنا قلت وأعدت القول بأنني هذا أمر يتعلق بالقدرة والاستطاعة، لا أحسب عاقلا ولا منصفا يمكن أن يختلف حول هذا. ومرة أخرى، أنا جاي مش عشان أراضي، وأنا على قرار مع نفسي أن الواجب إذا اقتضاني ألا أرضي لن أرضي كده على طول، لأن الواجب والحق أولى أن يتبع. ولو كنت أنا جاي عشان أتماشى وأترك الخطأ يجري في مجراه لما كان هناك لزوما لترشحي أصلا. أنا مترشح وجاي عشان أصلح، عشان أوقف الفساد، عشان أوقف السرقات والاختلاسات والاستيلاء على أموال المحامين ونقابة المحامين. جاي عشان أرد للمحاماة وجهها الصبوح وأعيد التقاليد اللي أنا دلوقتي مفجوع من كم التطاول والخروج عن حدود الأدب وفيما يوجه إلى نقيب المحامين. برضو أنا متمسك بأن المحاماة أدب، وبأنني لن أخرج مع أحد عن حدود الأدب، وأن من الأدب أن ألجأ إلى السلطات لمحاسبة من لم أستطع صبرا على الإساءات التي يوجهها إلي ويخدش بها شرفي واعتباري ويقذف في حقي بأكاذيب ومفتريات لا أساس لها من الصحة. أنا هناك أفكار كثيرة جدا تراودني، والبلاغات هعيد تاني، الخاصة بالأموال العامة والاستيلاء على الأموال العامة للنقابة سوف أوالي الإبلاغ عنها، وسوف أوالي نشرها على موقع النقابة، وهذا حق المحامين أن يعرفوا ماذا يجري وماذا جرى في نقابتهم وماذا يتخذ للحفاظ على حقوقهم. أنا قد يلمس الزملاء والزميلات في صوتي نبرة حزن. نعم أنا حزين، حزين لست حزنا على نفسي، وإنما حزين على الصورة التي لم أكن أحسب أن البعض يمكن أن يتردى إليها. المحاماة في ذهني وفي وجداني وفي عقيدتي قمة الأدب وقمة الحجة وقمة البيان، وأن من يسيء الأدب إنما يسيء إلى نفسه وإلى المحاماة ولا يسيء إلي. بنقول في الأمثال الشتيمة ما بتلزقش، أنا اللي حيشتمني، الشتيمة ما لزقتش فيا، إنما النقيصة. لا سقط به. أتمنى على الله أن يستعيد البعض رشدهم
وأن يتفطنوا إلى أني لست ممن يطوى ولست ممن يتراجع أو يتقهقر، وأنني لن أقبل إفشالي. ليه؟ لأننا صاحب رسالة وقدمت لأؤدي هذه الرسالة وسوف أؤديها بمشيئة الله، ومن كان الله معه فلا أحد يمكن أن يضيمه. أنا مع الله وفي رحاب الله وعملي إلى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.